محمد يوسف. فعشان كده هو وهو بيدير المباراة بدأ يفكر على طول في الحلول اللي هيقدر يحل بيها المركز ده. شفنا ديانج، وبعد كده لما حمدي فتحي خرجه فراح منزل ديانج تاني لمكانه ديفندر جنب عمرو السولية، وراح مجرب محمد هاني برضه في فترة من الفترات. إذا هو هنا بيبحث عن مكان عايز يشوف مين أقرب واحد ليه من حيث الأداء، من حيث تركيبة اللعيبة مع بعضها، بحيث ان المركز ده واضح احمد الشيخ مصاب، حسين الشحات عامل عمليه عنده نقص في الحته دي. لو اتكلمنا على 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 اداء بقى الاهلي على مدار المباراه، بدا طبعا بدايه على غير البدايه السابقه مع الانتاج، دخل في المباراه بدري بسرعه، سجل هدف مبكر جدا، وثم بعد ذلك حصلت اطمئنان شويه، وهو ده اللي خلى اسوان يعني دخل المباراه. يمكن جه انفراد من لاسوان من التمركز في ظهر احمد فتحي، وبعد كده ضيعها مصطفى البدري، ثم بعد ذلك الاهلي ماشي بوتيره معتدله، يعني تقدر تقول 50-50. الهدف المبكر ادى اطمئنان شويه، ادى اطمئنان مع ان هو المفروض يدي ثقه ويدي يعني عايز اقول ايه تكمله دفاعيه، دفع وتكمل وتحرز اهداف اكتر. نيجي بقى اللي ساعد على كده برضو شويه حته التغييرات، يعني عندك اصابه محمود متولي، خروجه ونزول ياسر ابراهيم، خروج الشيخ ونقل ديانج في حته جديده عليه، التغييرات دي شويه برجلت برضو خروج جيرالدو ونزول وليد سليمان بين الشوطين. الشوط الثاني حاجه ثانيه بقى، الشوط الثاني لا واضح ان في يعني اداء الى حد ما نسبيا احسن من الشوط الاول، مع طبعا الاهداف بقى يعني خلينا بقى نتكلم على الهدف طبعا اللي اتكلم عليه كابتن علاء ميوب في حته باجي لما خرج بره وبص شاف محمد هاني وعملها له، كانت فيها اتقان كويس جدا. محمد هاني كمان ما تسرعش، بص عشان كده وليد سليمان سقط له خطوتين لورا وعملها له في رجله. فده الهدف ده من الاهداف الجميله جدا والاهداف اللي تبين ان اللعيب اللي بيروح على جنب الملعب مش مهم ان هو يعملها بالعرض وخلاص، مهم ان هو يبص عشان يشوف الراجل اللي هيلعبها له اذا كان جري على القائم القريب، جري على القائم البعيد، عمل فنت مثلا انه هيجري وراح واقف مكانه. ادي الهدف الاول. فالحاجات دي كلها تبين ان في تطور الى حد ما. ديانج طبعا لما نزل في مكانه بقى بيدي انتاجيه طبعا المكان اللي احنا عارفينه واللي احنا معتادين عليه، اللي هو بيلعب جنب السولية على الدايره وبيوزع كرات، وبعدين هو عنده حته القطع مميز فيها جدا. خروج بص التحرك ده، ما باجي طبعا من مميزاته عشان سرعاته وعشان جسمه ان هو بيخرج على اطراف الملعب. ووليد سليمان هنا بقى كمان عايز اقول لك برضو على حاجه، بص وليد سليمان داخل فين، هي دي الحته اللي بنطلب منها لما بيلعب 10. عشان كده جونيور لما بيلعب 10 ارقامه اللي انت قلتها قبل المباراه هتلاقي ارقامه عاليه، لان مهم جدا اللي بيلعب 10 هتلاقي فيه لعيبه 10 مكان الحكم كده. ايوه يعني معلش صحيح. ارجع تاني بيها سمير بعد اذنك، ممكن نرجع بيها سمره بعد اذنك، ارجع لما باجي عملها لمحمد هاني هتلاقي لعيبه بتلعب المركز 10 ده وتلاقيه مكان الحكم، يعني شايف مكان الحكم. أيوه بالظبط. أيوه. فدي طبعا تاثيرها عقبال ما يستلم ويخش هيكون الضغط عليه. بص وليد هنا داخل مكان باجي بالظبط، يعني باجي خرج على الطرف. أيوه. بص وليد فين ووراه. أيوه. طبعا قفشه. وليد طبعا من مميزاته طبعا ان هو يعني هداف. اولا عنده حتتين كويسين جدا، الاسيست والتهديف، وده يمكن اتكلمنا فيها قبل كده، الارقام خير دليل على هذا الكلام، بدليل ان اقل عدد اهداف بديل باستمرار تقريبا مع فايلر، وهداف الفريق، هو هداف الفريق برصيد 7 اهداف. صح. واعلى اسيست، راجع الاسيستات اعتقد ان هو عنده اعلى اسيست بعد معلول او زي معلول يعني. فدي طبعا الاهداف بقى خلت الشكل برضو مختلف، يعني انا سعيد جدا برضو ان باجي بيحرز هدف. صح. هتدي له ثقه وهتدي له هتدخله في منافسه، ودايما هو بينزل بديل، فدي ممكن تشجع فايلر انه يبدا بيه مباراه. فانا شايف الشوط الثاني الايجابيات احسن كتير قوي من الشوط الاولاني، وفي نفس الوقت كمان يعني لازم فايلر يبحث عن حلول او بدايل سريعه جدا لاطراف الملعب، لاطراف الوينجات. أيوة. اللي هو بيتكلم على اماكن لحسين الشحات، لان عادل ذكر 5 اسامي بره، اذا كنت بتكلم على حسين رمضان والشيخ وجيرالدو كل دول مصابين، بالاضافه طبعا لكهربا كمان، فكلها اسامي، الخمسه دول لو موجودين انت عندك تقل عالي قوي، لكن هم في غيابات، فانت لازم تدور على بدايل او تعمل تغيير الى حد ما
بحيث ان تحاول تغطي الحته دي. النتيجه طبعا كويسه جدا يعني كسبان 3 ومعنويا قبل ماتش القمه برضو ده حاجه كويسه ان انت بتكسب 3 وداخل على مباراه قمه فدي معنويا كويس هتخليك تستعد الخمس ايام الجايين بشكل ايجابي وبشكل ما فيهوش عصبيه ولا كده. لكن في نفس الوقت كمان برضو الهدف ده برضو عايز اكمل الهدف بتاع بادجي حطاه حلو جدا يعني حطاها حطت مهاجم صرف فيها كويس قوي يعني الاحلى من بادجي الباص بتاع السوليه الباص بتاع السوليه طبعا. لكن احنا بنقول على بادجي عشان بادجي كلنا عايزينه يعني يخش ياخد ثقه يحاول ان هو يحط رجله يعني مظبوط. بص الباص حلو ازاي ودي ممكن الـ 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 ممكن الهدف ده يفرق معاه كمان المباراه القادمه انه يديله ثقه ويديله معنويات كويسه. النقطه بس اللي عايز اختم بيها هي الاصابات. النهارده عشان الثلاث اصابات دول فيهم اصابتين يعني بنتكلم على ركبه وبنتكلم على عضله خلفيه تقريبا لجيرالدو في لازم يبقى في مراجعه الانكل الشيخ الانكل احمد الشيخ بس احمد الشيخ كان مصاب فيه قبل كده وجات له تاني لازم يحصل تشيك على طول على الاصابات دي ويبدا التعامل معاها سريعا عشان ممكن اللي يقدر يلحق يوم السبت يبقى برضو هينضم يعني للقائمه بتاعه المباراه. مهم جدا يوم السبت يبقى معاك بدايه قويه جدا ومعاك دكه قويه جدا. المباراه دي ممكن تحسمها خصوصا في تغييرات 5 تقدر ان انت تغير شكل المباراه خالص من خلال التغييرات يعني.